بن علي ما شدش ناس سي سفيان مشد قيل فازين مجاوب واحد من طرابلسية بورقيبة تذكرك الحملة نتاع الشدان مشد وأحال حتى بعض وزراء وأحال رئيس حكومة الفساد حبس ما حبسش الجبهة إذن الجبهة الشعبية لازمنا حرب حقيقية على الفساد ما كيفاش الحرب الحقيقية دي تكون أولا استراتيجية واضحة منظومة بمنظومة وثم أنا شي تفجعوا وقت يقولنا راهو يا سي يوسف الشاهد قاوم الفساد في حكومتك علاش يتفجعوا علاش يتفجعوا في الوقت اللي نحن نعرفوا اللي ثم وزراء أو مستشارين بالرؤسون اللي قاعدين يغرقوا فيه الفاسدين اللي حوله الفاسدين اللي حوله الوزير هو جبته معاي الملف الوزير اللي عنده ملف عند سي يوسف الشاهد الملف شكون هو الوزير هذا سي مهدي بن غربية يقوم الناطق الرسمي باسم الحكومه يقول لا ما ثماش قضيه زد مهدي غربيه. حب تبين مهدي بن غربيه قال القضايا العشره يحكوا عليها هو رفع سته منها. ثم قضيه باسم الشركه اللي هو فيها عمرها ما تعمل باسم شخص. وهو عندي رقم القضيه ها هو رقم القضيه وماذا بيه وكان سي سفيان السليتي يتكلم. وعطيته وجيتك مره فاتت. اذا بالنسبه للجبهه الشعبيه تحب مقاومه حقيقيه للفساد. اما نحن عمرنا ما الجبهه الشعبيه قالت لا. قلت ما توجهناش يوسف الشاهد لو أنه يتوجه لكم نختم بها حمك أنت اسمع لكل حديث حديث مش لنا احنا بركة أعطيني الخطة نتاعك واضح بس ما يكون تصفية إلى حد الآن مقومة الفساد ضربان ناس محددين تصفية حسابات شق ضد شق ما ثماشي إجراءات جدية وحقيقية في تابعة وفي إطار نظرة كاملة للمقاومة معناها نتاع الفساد وهذاك علاش الجبهة الشعبية تعرف قالت إذا نحب نقاوم الفساد بحق انتخابات سبق لأوانها